يعني أجمع طوابع أولاً من طفولتي، يعني من طفولتي، ولهذا السبب يعني عشق عليه على الطوابع. يعني شلون واحد عاشق مثل هذا عشق على الطوابع، عن طريق الأصدقاء أتبادل وياهم، عن طريق تجار طوابع أتبادل، عن طريق المحلات الطوابع بالعالم أشتري منهم، عن طريق المعارض أشتري، وهكذا. أنا أخذت من والدي، شلون هسه ابني محمد أخذ مني نفس الهواية، يعني أخذت من والدي. والدي كان كركوك مدير شرطة، كان له هواية بالطوابع، وأقعد بصفه إلى أن يعني الله يرحمه توفى. بعدين طوابع بقت رتبتها ودرست الهواية، يعني مو بس يعني هواية، هذا دراسة. كتب مؤلفات موجودة عندنا هواية، ومن جملتهم مؤلف مالتي، كتاب مالتي هسه هذا طوابع. وصلنا مرحلة يعني بحيث أنه صرت تاجر معروف يعني بالعالم كله، مراسلاتي، شغلتي، دعواتي للمعارض، مؤتمرات، كل حرارة. هو ما كان يحكي لي منها، هو أقعد بالصف صغير أني وأشوف هو يرتب الطوابع يسويه، أسأله بابا شنو هذا، هاي هواية طوابع، هذا راح أخليها إلك بالمستقبل، وشوفه ودرس زين وكذا، علمني يعني، هو معلمي صراحة. يعني الهواية هي هواية جميلة، يعني هواية حتى كان ينصحوني أطباء أن أمارس بها. مرات أروح فحوصات طبيب أقول له أنا كذا شوية، أقول له روح مارس هوايتك، طالما أنت هاوي طوابع مارس طوابع، ما تشعر بعد فعلا. يعني الملل والضجر ما يروح عن الإنسان من يمارس هاي الهواية. أجواء العمل كلش حلوة هنا، لأنه تدري أن الوالد وجدي هنا وياي، فإحنا كعائلة هنا نعتبر قبل أنه يكون كشغل أو مهنة. فأجواء السوق كلش حلوة بصورة عامة كمصلحة، هي همينة يعني تستهوي الواحد، أنت إذا تدخل بيها راح تشوف أنه بيها شغلات جميلة جدا، عرفت شلون؟ فهي عالم يعني كبير ما ينوصل. والله بصراحة بداية أنا ما كنت اللي واهس بيها بهاي المهنة، يعني هي كمهنة ما كان اللي واهس بيها ولا كهواية. فالوالد كان يقول لي انه دائما تعال وياي للمحل وشوف انه الوضع، شوف اللي احنا بدنا نشتغل بيه على الاقل. فانا ما كنت رافض هاي الفكره بصراحه، كنت رافضها بصوره عامه. فبعدين فجاه يعني حسيت انه انا قامت تستهويني هاي الشغلات القديمه بصوره عامه، قامت تستهويني وصرت انه اجمع بيهن، وبعدها بلشت انه اروح ويا الوالد للمحل. واجب علي انه اني اتبع هاي المصلحه او هاي الهوايه، لانه توارثتها من الوالد، والوالد هو اصلا متوارثها من جدي، فلازم اكمل المسيره هاي. اني واجب احس عليها شيء اكيد. انا اشوف نفسي بالعملات اكثر، العملات وخاصه العملات الملكيه. العملات الملكيه والجمهوريه يعني لها طعم خاص، وانا اشوف نفسي اكثر بها. هذا مثلا هسه هاي هذا الطابع، هذا صوره، لكن أندر طابع، وخاصة على شكل بلوك أندر طابع، هذا عندي كان منه لكن بعته. المشكلة أنه بعته، صديق إجا علي من خارج وأخذه. بس أنا متمسك بالدول، بعض الدول المهمة الغالية، يعني ما موجود حس حاليا جو أشوف لك إياه شغلات، هذا متمسك إلي، ما ممكن أبيعه. يعني الطوابع هي بالندرة، مو بال يعني يجيب لك طوابع عثمانية، طوابع قديمة ما لها قيمة، ناس يقولون قديمة، لا بالندرة. النادر من يوم اللي تصدر هذا الطابع، من يومه يعني تصدر، يعني هسه اكو قبل شهرين ثلاثة طلع طوابع عند بعض الدول ندر، ينفقد من السوق، تباع بأسعار خيالية. طوابع ما أخذ كل وقتي، أكثر وقتي يعني 90% من وقتي للطوابع، باقي هو هوايات يعني اخرى اكو عند عملات كذا، لكن مو مثل هاي. هو الوالد طور مرحلته، ما كان اهتمامه بالطوابع اكثر، فطور مرحلته الى عملات ورقيه والمسكوكات والانواط. انا اشوف ممكن اطوره اكثر،
ممكن يكون كتحفيات همينه اضافه الى العملات. يعني هي تراث لوالدي وتراث لجدي وتراث لهواي عالم. هي يعني بدنا نحكي احنا على فشي هو مكمل سلسله مكمله من جدي، خلينا نقول احنا كشخص انا من احكي على نفسي من جدي الى والدي الى الي ثم ابني، انا ممكن اعلمه او مثلا ابن اخويا فرضا حسب يعني. فاحنا نكمل هاي المسيره يعني نحييها ونعلم الجيل القادم لها. أنا علاقتي ويا ابني بس أنا ما أتعامل ويا لأنه ما مهنتي هو هوايته عملات، أنا طوابع. أما إذا واحد إجا ما موجود أنا مسافر بيعرف يبيع، يعني تعلم الشغلة يبيع. وأنا نفس الشيء إذا جاء واحد على العملات معلمني هو بيها أيضا أقدر أبيع. الجو عائلي حلو جدا لأنه حتى حفيدي تعلم صغير هذا تعلمنا علمناه كل طريقة العملات والطوابع. شوف بدي احكي لك الحقيقة غير مستقبل الطوابع بالعراق الآن هبط كبيرة. يعني كان هواة قبلنا هواة ما شاء الله كان عنده هواية يصرفون على طوابعهم ويفتهمون. الله يرحمهم يعني أكثر من 90% هذول الكبار بالعمر كلهم ماتوا، الباقية الشباب الجدد مو الجيل، هالجيل تختلف عن الأجيال القديمة. فجيل الحديث يعني مو ما يفتهم بشكل ما كان جيل القديم يفتهم، فهبط درجة الهواية بكثرة صراحة. حاليا ما وصلت هنا هوايه بالعراق والمصلحه هاي الى مستوى متطور جدا بمنافسه باقي الدول. احنا وصلنا لمستوى كافيه انه تكون خلينا نقول للعراق، بس انا اشوف انه ممكن يتقدم هذا الموضوع اكثر، ممكن يصير به تطور اكثر. مثل ما طرحوا اساتذه عندنا بالهوايه موضوع الالبوم الالكتروني، هذا يعتبر من نوع من التطور بهاي المصلحه. يعني دي يرتقون الاساتذه بينا، يعني عمود نطور هاي المصلحة أكثر ونكون مواكبين للجيل اللي إحنا بيه حاليا، سواء اللي بأوروبا أو بالوطن العربي إحنا من نحكي. فإنه أكو هواي أمور لازم هم يعني إحنا نسعى ليها نفتهمها، يكون أكو وعي بالتطور هذا ونستخدم التكنولوجيا بهاي المهنة القديمة. يعني إحنا عندنا مثلا أبسط شيء هاي الشهادة، شوف هاي الشهادة، هاي شركة BMG الأمريكية، وعندنا شركة ثانية اسمها BCGS، هاي تكتب لك تفاصيل العملة سواء كانت مزورة، طبعا مزورة ما يستقبلوها، سواء كان بها قص لاعبين بالعملة، انه مو بعض الاحيان تجي العملة مثلا مخصوصة او غاسليها كانت قديمة وصارت انظف، فهاي الشركة هي تنطيك مثلا الملاحظات اللي سووا بها بهاي العملة، اي شيء كتبوا عليه هنا اللي ورا. هاي العملة هي اللي انا واحدة من العملات اللي محتفظ بها اللي هي ما ابيعها، عملة الملك فيصل الثاني الدينار طبعا الهندية، العملة طبعت بالهند وتعتبر شحيحة نادرا يعني. فهاي محتفظ بيها وما بيها بصراحة، قطعة يعني إلي يعني معتز بيها وخالها من ضمن مجموعتي بصراحة، أي فمو للبيع. عندك هذا الألبوم، احنا هذا الألبوم جمهوري طبعا اللي هو من بعد الفترة الملكية بعد ما صار الانقلاب صارت عندنا الإصدارات الجمهورية. هاي طبعا احنا عندنا قبل هذا الإصدار الشعار احنا نسميه للرئيس عبد الكريم قاسم، زين. هاي سيتات مجموعه كامله يعني ربع النص الدينار الخمسه والعشره، يعني مجموعه كامله تعتبر لهذا الاصدار. هاي عندنا الربع متفرق احنا نبيعه مثلا، النص متفرقه ونظافات مختلفه، اكل تعبانه اكل نظيفه جدا، قلت لك مثل ما قلت لك اليو ان سي، راحت العمله وخرب الفيديو.